بونسوار، السلام عليكم. عزوز الفلاون، رضوان معكم مرة أخرى. دونك نكملو شوية، نكسرو شوية. دونك فيما يخص هناك أهداف كثيرة، مواضيع ليستان ديبيوتي تاع الفيس تنحات له المنصب هذاك، يحكي لولادو، يحكي لولاد ولادو. دونك دخلنا هذاك المشكلة هذا، وهو بيان سور تاع تيغنتورين، هذوك الارهاب اللي دخلوا من ليبيا، جابوا ماتيريال سوفيستيكي. لو كان ترتقوا هذيك تاع تيغنتورين اللي راهي تجيب لك اكثر من 30% تاع الغاز اللي راك تصدر، اليوم ما توليش هكذا تهدر رئيس مثلا يروح تولي قوه هكذا كيما تهدر، يترتقوا لك هذيك تاع تيغنتورين تولي ما تسواش. دونك اليوم الغاز الاوكراني، الغاز الروسي ما راهش يجوز لاوروب، شكون لقاو؟ لقاو الجزائر. ايماجينو كان ما كاش هادي. دونك تولي شكون يشوفك؟ تولي ما تقدرش تشد تاكل. وكان راحت هذيك تاع تيغنتورين قصفوها لك، تولي ما تسواش. شكون اللي دخل؟ هذوك الارهاب تاع ليبيا، وهذوك الارهاب اللي جاو من سوريا، من البلدان الاخرى كاع. ومازال مصر راهي تتضرر من المشكله هذه. دونك ولاو خمو كاع العرب، قال لك خلاص رانا نفينونسيو التيروزم هذا يولي ياكلنا حنايا. اللي مات اللي هرب اللي بناو كاع لي زوتيل. مام جاب لي ربي هذيك المنطقه اللي طاحت، هذيك المنطقه تاع اللي ضربت فيها زنزلة في لاتوركي، جاب لي ربي الدراهم هذوك تاع داعش كاع اللي بناو بيهم ثم طاحت يعني. ولقاو دراهم الذهب ايتو دي مليار. جاب لي ربي هاي المنطقة هذيك مكحوسة ملعونة، لأن دراهم تاعها جاو من هذيك، هي لا فرونتيير اللي كانوا يدخلوا يخرجوا منها الدواعش، تروح لا تركي من بعد من ثم يسحتك لا سويس لا سيري. دونك كي تشوف هذا اللي كان داخل وندم، جورج بوش ندم، هذاك توني بلير قاع ندمو قاع على واش صرا، ومازال الاناس يجيب لي رشاد، يجيب لي هذا يقول لي الفيس نوليو. قال لك علي بن الحاج بيسك ولا سميتو، ولا احمد عطاف، ولا هذاك الجن، ولا هذا تاع لا سيكوريتي ميليتير، ولا هذاك خالد نزار، كي ولاو كاع لبلاديتو قال لك ما حنايا نوليو، قال لك نحيتونا الحق تاعنا نوليو ثاني. شفتو كيف راه يخمم والناس راهي تتبع فيه، شحال لي فيو لي عنده، واش من لي كومونتير، واش من حاله. دونك جا الزمان وعلى بالهم باللي غلطوا، وهذوك الناس اللي هربوا لألمانيا من سوريا راهم يحكيو يقول لك حنايا ما بغيناش نكسروا بلادنا، دخلونا ومن بعد يفارقوا بدراهم. هذا كل واحد عنده لا تروب تاعو، يعرف زوج ايات يقول لك نروحوا لسميتو نحرر سوريا والعراق. دارو واش دار. دونك اليوم كي قلت انا مثلا الجزائر ستلعب دور وساطة بين روسيا واوكرانيا، كي تشوفوا مثلا عيلك، كي تشوفوا هذا مثلا استراتيجية بمناورات عسكرية ضخمة، حيث بدأت القوات الاستراتيجية مناورات تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات. التدريبات يشارك فيها أكثر من 3000 جندي ونحو 300 قطعة عسكرية، فيما ستجرى مناورات صواريخ يارس في 3 مناطق في روسيا. منظومة صواريخ يارس تم اختبارها للمرة الأولى عام 2007، وهي من المنظومات الاستراتيجية الروسية
المزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات، تعمل بالوقود الصلب وتتميز برأس حربي انشطاري تنطلق منها 3 إلى 6 رؤوس نووية ذاتية التصويب تتراوح قوتها ما بين 150 و500 كيلو طن، قادرة على التمويه والإفلات من أجهزة الدفاع الجوي، ويبلغ مداها 12,000 كيلومتر، أما طولها فيصل إلى 23 مترا. تمتلك روسيا نحو 147 صاروخا من هذا النوع. المناورات العسكرية الأحدث تأتي في أعقاب إعلان روسيا عزمها نشر ترسانة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وعزت هذه الخطوة إلى قرار بريطاني بإمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب. ومنذ أكثر من عام يلوح الكرملين بالبطاقة النووية. كي وصل بوتين يدير هذا منظومة يارس ويزيد يبعث النووي إلى بيلاروسيا، خلاص يشوفوا باللي هذا الإنسان هذا خلاص معول بهذا يراس ديالك لوروب. اوكي 12,000 كيلومتر يروح من روسيا يوصل الى اي مكان اللي بغيت 12,000 كيلومتر. دونك للاسف هما يحترموا العرق تاعهم. اوكي دونك كي يوصل بوتين يمناسيهم بهذا السلاح النووي يقول لك هاي خلاص حنايا ما نعطيو السلاح الاوكرانيه، ما على بالناش باوكرانيا، خلاص انايا مادا بيا انايا العالم لا بوبولاسيون تاعي تعيش. هاي كيفاه يوليو يخافوا؟ لو كان جات في العرب ولو كان جات في العالم الثالث يقول لك خليه يموتوا، بصح اليوم هذا مصوب ديريكتومون ليهم. صافي دير سي لوسون الاقطاب هذه لا فيزيت تاع لاشين بريزيدون تاع لاشين لروسيا قالهم اليوم 2023 100 سنة على هذا. كي نظر الربيع العربي وراحوا معاهم السعودية وال وقطر والإمارات خفنا تولي قصة الدولة العثمانية هاي ليك، لأن الدولة العثمانية شكون اللي حاربها بزاف؟ العرب. دونك هذوك الناس هجموا وطردوا القوات العثمانية، طاحت الدولة العثمانية، ومن بعد تقسموا كاع البلدان، داروا اتفاق ساكس بيكو، وداروا ديجا الاتفاق مقبل تاع 1889 بارتاجاو كاع افريقيا. دونك بارتاجاو كاع الموين اوريون، كل واحد عطالو العائلة تاعو، اي العائلة تاعو بغيت دير بلد اي نعطيك العائلة تاعك دير بلد وسكت وندير لك الحماية. سينو لو كان ما مشاوش هادو مع لوطو والقوات العظمى الامبراطورية البريطانية والفرنسية ما يكسروش هادوك لي زومبير هادوك. لقاونا حنايا نية اي صدمنا ولقاو لي تروب تاع الهند. على هذا قلت لك اليوم قوات الكومنولث خلاص ما تقدرش تبعث هاكي كما كانت بكري، تروح تجيب مثلا 10,000 هندي تروح تهجم اي بلد. مثلا هناك جزر قريبة من بنغلاديش الكوموروسيتو داو اناس الهنود اللي داو جنود الهنود، تلقى واحد 15 دي سولدا بريطانيك 20,000 سيدي جنود تاع الهند الكومنولث يديوهم كل قبر كل الكباش يروحوا يحاربوا منطقه معينه. جابوا لهم مم الى تنزانيا، جابوا لهم ما كانش بلاصه اللي ما جابوش هادو الهنود هاد. دونك اليوم هذوك خلاص قالوا سولتو كي ولا هذا الانسان هو الروا تاع لانجلتير يكرهوه كاع. ديجا بغاو البلدان اللي كانت سيبورتي الكومنولث تو سيباري منه. مثلا
شكون الجنود اللي يحميوا بين مصر وإسرائيل اليوم؟ الجنود هما جنود تاع فيجي، بريطانيا اللي حطت هذا الجنود هذا. دونك جاو من الجزيرة تاع فيجي، حطوهم بين إسرائيل ومصر. دونك هادوك خلاص، قالك حنا خلاص ما وليناش باش تديونا الى اي بلاصة اللي بغيتو. دونك بغيت انت تحارب، او حارب بالجنود تاعك. مام زيلنسكي قالهم ما يجيبونا اولادكم يموتوا هنا في اوكرانيا، ياك قلتو بغيتو تعاونوني اي جيبوا اولادكم يموتوا هنا. دونك باش تشوفوا تقدم تطور بعد 100 سنة. واش قال له البريزيدون تاع لاشين؟ قال له شوط جازو 100 سنة ما ولاوش، لان داروا دي بروماس هذوك الناس اللي داروا سايس بيكويتو وقسموا كاع افريقيا ودو، قالوا نعاودوها بعد 100 سنة. دونك الحمد لله لقاو روسيا ولقاو لاشين بعد 100 سنة، حبست هذاك البروغرام هذا. دونك يولي قطب جديد، تولي نوتر موني. دونك تشوفوا لي فيديو هنايا، تنزانيا وغانا و كاين واحد البي واحد اخر، ياك جات عندهم نائب رئيس امريكا، في ثلاثة قال لهم خلاص ما نزيدوش نستعملوا الدولار. اوكي لاشين قال لهم اخويا بغيت تستعمل الدولار، استعمل الدولار. نو قال لهم بغيت تستعمل العملة الصينية ما كاش مشكل، بغيت تستعمل العملة روبل روسيا استعمل اخويا با بروبليم. هكذا باش دير تحفيز. ميم تنزانيا دارت علاقة مع الهند، ما كاش دولار بيناتهم. دونك هذو كاع ايماجين كاع لافريك هناك، يعني سوتو على لاموني في لافريك، باش تشوفوا بلي هناك كيما نقولوا تطور كبير فيما يخص هذا لاموني هذه على تنزانيا، على مثلا الناس اللي بغاو يحبسوا لاموني تاع سيافا. دوك نشوف اسكو مازالها هنايا. بزاف ديال الفيديو ما على باليش اللي مازالها هنايا، باش تشوفوا التطور هذا اللي حدث في العالم. هاي اللي كي تنزانيا، amidst the widespread use of the US dollar as a global reserve currency and medium of exchange for international trade, an interesting shift is taking place in Africa. A few forward-thinking nations on the continent. Okay, then there what a subtitle هذاك بالعربية. باش نديركم هايلك ددها بها عربية. Reserve currency and medium of exchange for international trade. An interesting shift is taking place in Africa. A few forward-thinking nations on the continent are now opting to conduct their business using their own local currencies. An agreement has been reached between Tanzania and India, which eliminates the necessity of the US dollar in their trade transactions. Welcome. This is Rain Smith,
and you're watching the New Africa Channel. A bilateral trade settlement agreement now permits Tanzania and India to transact business using their local currencies, the Tanzanian shilling and the Indian rupee. With an impressive trade value of $4.5 billion recorded in the year. دونك افريقيا في كامل تولي تنحي كاع دولار. دونك هذا يولي الى الاقتصاد الجزائري لازم يكون ستابل. دونك لازم يكون ستابل سواء لا دوفيز سواء الدينار لازم يكون ستابل. علاه؟ باش الى ندخلوا هنايا سور الباركور هذا لازم نكونوا كما البلدان الاخرى راهي ستابل ميم سي راهي بوفر مي ستابل. دونك هناك بعض الناس ما يهضروا على الدراهم ايتو ولكن هناك مشكل. هناك مشكل مثلا حنايا بغينا ندخلوا البريكس. لو كان مثلا قبل ما تدخل البريكس 5 سنين من قبل بدلت لاموني تاعك. دونك باش تعطي الوقت بور ليكونومي باش تستابيليزي لان كي تبدل الدراهم كلشي شيفتي كلشي يتبدل. هضرنا على لو كان بدلوا دراهم في 2019 هذه الغلطه تاع الدوله الجزائريه. لو كان بدلوا دراهم في 2019 خلاص ما كانش المفاهمه مع هذوك اللي راهم في السجن. انت اليوم راك في 2023 دائما عبد المجيد تبون يقول لهم هذه المره الاخيره هذه المره الاخيره نو وليت رئيس خمم مليح تعطي لهم طروا موا يرجعوا دراهم ما يرجعوش بدل دراهم ومن بعد يقول لك كاين اللي يجيب هذا نو اللي ان بروسيس كي يجيب واحد دراهم اوكي ما يبدلش دراهم ما يبدلش دراهم الجدود خلاص يعطيك ايماجين اليوم شفنا 100 مليار 100 مليار راهي الدور في اون سول ترانزاكسيون تاع لا دروغ 100 مليار سنتيم. ايماجين شحال لي ترانزاكسيون والناس وشحال الدراهم اللي راه في بارتو اناجي. دونك الناس تقول باللي 90 مليار دولار وتقول 100 مليار اي سي دو لارجون. هذه ميزانية بلدان اللي عندك راهي سو المارشي نوار اوكي. واش دير نتايا؟ يجيك واحد يعطيك دراهم اعطيلو لي شيك واعطيلو لي كارت كريدي كلش بالبطاقة ما يقدرش اوكين ترانزاكسيون اوكين ترانزاكسيون لان القانون اللي دار يحيى تاع الشيك اي ترانزاكسيون اللي تجوز 5 ملايين لازم تمشي بالشيك. لو كان كملنا في هذا المساق هذا اليوم باش نروحو ندخلو البريكس قال لك اتونسيون خاطر باش كي تبدلوا دراهم اليورا ان شومبولمون في ليكونومي الجيريان. دونك ما بغيناش نكريو البروبليم هذا وتروح انت تدخل البريكس. دونك il faut soit créer la monnaie هذه avant parce que اليوم تقول مثلا تقول لا شين اي انا نشري بالوان انت تشري بالدينار وانت مازال ما رجليتش المشكله تاعك. دونك لان هناك ايماجين في تونس تروح تمشي في تونس تلقى الدينار الجيريا يتباع في السوق هذاك تاع تونس. دونك نفس الشيء كي تدخل لا فرونتيير مثلا تلقى ناس يبيعوا الدينار التونسيان. دونك خلي دونك لا دوفيز تروح من اي مثلا منطقه حدوديه في الجزائر تلقى هذاك الناس اللي عندهم الدينار خارج الجزائر. دونك نتايا هذو كاع لي تكنيك هذو يحمي الاقتصاد الجزائري. الناس تشوكها اول مره مي خلاص تولي
تستابيليزي. انت عطيتهم 5 سنين 4 سنين بيان سور كاين الناس اللي هذوك اللي بيجدد تاع 200,000 داوهم كاع عطاولك كاع الخرده القديمه بصح انت تبدل كلش دراهم جدد يخرجوا مثلا تعطي الوقت وين يخرجوا تعطي الوقت وين تتحبس هذوك كاع دراهم المكدسين ما يسوى والو البروبلم علاه راه يعطي هكذا الرئيس الوقت لان الناس ما راهيش فقط راهي عندها المكدسه تحت تحت لي كونتينر في سوتيران البروبلم عندها اون دوفيز هذوك ال 200 مليار اللي ما بانوش 200 مليار دولار هذاك اللي راه في السجن هذاك اللي راه في السجن ومن بعد واش عنده واحد مليون دولار في الدار تاع الدينار يموت ياكلوا الفار يقول انا او عندي انا يا في باناما ولا عندي في لا سويس عندي بارتو لان الدراهم ما دخلوش لالجيري هذو كاع اللي تاع البتروليتو دون دي بانكي ترانزاكسيون يروحوا من مكان لمكان ما دخلوش لالجيري باش يخرجوا هذيك اللي دخل الجزائر سي تشيبا فقط دونك دراهم كبار راهم برا دونك تقول لي انت مثلا راك تحلل هذوك الناس تعطيهم الوقت باش يبدلوا كاع دراهم تاعهم تاع البلاد باش يبوستيو كاع دراهم تاعهم في لي موبيلي راهم يشريو لي زابارتمون شري 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 ومن بعد اي خليها يشري شحال من زابارتمون يخليهم فيد وبعد هذاك الانسان ما يلقاش واش يشري على هذا طلع لي موبيلي طلع كلش طونك شفتوا كلش عنده علاقه بحاجه واحده اخرى كلشي 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 اللي صرا راهو يضرب العمق الاقتصاد الجزائري كي الاقتصاد الجزائري يتضرر المجتمع يتضرر البصل الماكله الزير كلش كلشي يتضرر لان كاين واحد لا تيوري حنايا للاسف شديد للاسف شديد على مازال هناك قيدونا مثلا من فرنسا من امريكا من لو فات كو راك تشري بزاف حوايج اوكي حنايا موضوعين دون ليكونومي مونديال اوكي كاين دوك نشوفها هنايا باش تشوفوا مثلا كاين شوط طوموبيل اللي عندها 4 تاع العجلات اوكي العجله 1 2 3 4 العجله الاولى هي البلدان المتقدمه اليابان امريكا ايتو ومن بعد العجله الثانيه هنا بلدان اللي مثل البرازيل روسيا لاشين هي 2 العجله الثالثه هي حنايا الجزائري المغرب لا تونسي مصر دبي وهذو اللي شاد ايمرج شويه مي مازال ما عندهمش بزاف يتكلوا على رواحتهم ومن بعد كاين العجله الرابعه اللي هي البلدان هذيك تاع افريقيا ايتو اللي ما عندهم والو خلاص شولت عيانين كاع دونك ومن بعد اي بلد درك نلقى لا تيوري هذيك اي بلد اللي بغى يبدل بلاصه اي بلد حنا خلاص موضوعين في العجله الثالثه كاين روسيا والصين والبرازيل موضوعين في العجله الثانيه شوط العجله الرابعه تخدم للعجله الثالثه العجله الثالثه تخدم للعجله الثانيه العجله الثانيه تخدم للعجله الاولى هي فينالمون 2 3 4 يخدموا لواحد ومن بعد 3 و4 يخدموا لاثنين 4 يخدموا ل3 و2 هكذا اللي داروا هاد لي زيكونوميست دونك حنايا اليوم رانا في العجله الثالثه
باش نروحوا باركزون من جامبي ونصوتيو الى المكانه تاع روسيا. هناك بلدان ما بغاتناش، خلاص انت موضوع في مركز ما تقدرش تبوجي من هذاك المركز، تولي تخدم على لي بيي واحد اخرين. لا تيوري تاع لا ديبوندونس، لا تيوري تاع لا ديبوندونس. درك نشوف هنايا باش تشوفوا بلي هايدا كيفاه داروه. Hi, my name is Alan Sands, and I'm standing outside the... New Institute for Global Issues at the University of British Columbia. Welcome to the Global Politics Instructional Video Series. In this series, we're exploring a number of key concepts in the study of international relations and global politics. Today, we are looking at dependency theory. Now, dependency theorists, first of all, argue that there are a number of different kinds of states in the world, and each of them forms a different function or performs a different function in the world economy. First of all, there are states that are at the center of the center, and these are the richest, most powerful countries, the United States, United Get out, yeah. Please tell me you're the bad, not the good. Let's have Welcome to Exclusive Rwanda. Today we are going to talk about the cleanliness of Rwanda. Let me tell you, do you know who's behind this? Today we have talked to them. So let me tell you, as exclusive not talking, those people who is behind this cleanliness of Rwanda. Thank you so much. God! Oh! Talking English. Okay. Okay, Mutasa Sangai. Hey. Sassy. Hey, Nagum Kurmusos. Hey. Sam 9. Sakun. Okay. Hey. No question. ما كاش قال وسخ. هذا مشاكل كبار. نا كنا مجربس